افتتح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فعاليات النسخة الثالثة لدورة الألعاب غرب آسيا البارالمبية البحرين 2022، وهي ثاني أكبر دورة ألعاب في تاريخ المملكة. فعلاً دلال، ويسعدنا أن نستضيف بالاستديو سعادة الشيخ محمد بن دعي آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة البارلمبية البحرينية، والدكتور عبد الرزاق أحمد بن رشيد رئيس الاتحاد البارلمبي لمنطقة غرب آسيا. صباحكم الله بالخير ويا أهلا فيكم. صباحكم بالنور سرور، مشكورين ما قصرتوا على الاستضافة وعلى يعني دعمكم ودعم إذاعة البحرين لدعم هذه الفعالية. نعم هذا واجبنا أكيد. أكيد بكل تأكيد. يعني الشيخ أول شيء حابين نبتدي معاك، نبي نتكلم أكثر عن دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في مملكة البحرين. احنا يعني لابد أن احنا في البداية نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على رعايته لهذه الدورة وعلى دعمه الدائم المستمر للجنة البارالمبية البحرينية، وأشكر أخوي دكتور عبد الرزاق بن رشيد على أمانة ما كانت هاي الدورة موجودة، وفي عصره هو في رئاسته للجنة أو الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا تم إطلاق هذه المبادرة، وهذه النسخة الثالثة منها أكبر عدد رياضات، ولكن يعني ظروف حتمت على دولة واحدة أنها ما تحضر، ولكن الأعداد طيبة وإحنا سعيدين بهذا التجمع الرياضي الكبير ومستويات عالية، فنشكر الله سبحانه وتعالى على يعني حسن التنظيم والتعاون بين جميع الجهات. نعم أكيد. على طاري التنظيم دكتور عبد الرزاق، نبي نتكلم أكثر عن التنظيم، شلون شفت مستوى التنظيم اللي تقوم فيه مملكة البحرين لإنجاز وإنجاح هذه الدورة؟ أكيد أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة الحقيقة. طبعا قبل كل شيء لازم ارفع يعني اسمايات التهاني وتبريكات لصاحب الجلاله ملك مملكه البحرين الشيخ احمد بن عيسى نعم آل الخليفه، ولحكومه البحرين وشعب البحرين على هذه استضافه النسخه الثالثه من العاب البارالمبيه لغرب اسيا في ظل هذه الجائحه الحقيقه وهذا التحدي الكبير اللي تواجه العالم، واستطاع طبعا الاخوان في مملكه البحرين وعلى راسهم سعاده الشيخ محمد بن دعيج آل خليفه رئيس اللجنه المنظمه العليا ورئيس اللجنه البارالمبيه البحرينيه على استضافه هذه النسخه الثالثه في ظل هاي التحديات الموجوده، ان دل على شيء فانما يدل على قوه مملكه البحرين وكوادرها الفنيه على استضافه الاحداث الكبيره. نعم الحمد لله. نعم بكل تأكيد. يعني نرجع لك شيخ محمد، يعني بنتكلم أكثر عن دعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد في تنظيم هذه الدورة. أمانة الدعم يعني ما هو غريب من سمو الشيخ خالد، وبدأ من 2014 بمبادراته الإنسانية، وكان الرئيس الفخري لاتحاد البحرين لرياضة ذوي الإعاقة، ثم أطلق عليهم ذوي العزيمة في 2017، وتم مساندتنا بتشكيل اللجنة البارالمبية البحرينية، وطبعا سمو الشيخ ناصر أخذ القرار في 2019 تم إشهاره. نعم. فمنذ البداية كان في دعم واهتمام من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد. سمو الشيخ خالد قلبه قريب جدا من ذوي العزيمة، ويعني تعاونه ودعمه لا محدود صراحة أن ننظم الفعاليات ونوفر الرياضات اللي يعني يتساوون ذوي العزيمة مع ذويهم من باقي الرياضات أو صحيح. باقي الرياضيين، فتم دائما الطلب منا أن احنا نوفر لهم الرياضات اللي يحتاجونها أو يرغبون في المشاركة فيها، ف بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم سمو الشيخ خالد زادت عدد رياضات ذوي العزيمة في البحرين من 6 رياضات في 2014 من مسكت رئاسة الاتحاد إلى 18 رياضة اليوم، وهذه يعني دليل على الدعم والاهتمام اللي حصلناه. نعم. ومكننا أن احنا نقدر نزيد هاي الأعداد
وأعداد الرياضيين أيضا. نعم أكيد. يعني دكتور في مملكة البحرين وصلنا إلى 18 رياضة خلينا نقول على مستوى العالم، قاعدة تتطور هذه اللعبة، قاعدة تتطور هذه خلينا نقول الدورة البارلمبية، شلون قاعدة تشوف تطورها على مستوى العالم على مستوى الخليج؟ أول حقيقة تحسن البحرين لأن خلال فترة وجيزة نظمت دورتين، الدورة الآسيوية للشباب وبعدها مباشرة دورة ألعاب غرب آسيا، دليل أن ما شاء الله عليهم يعني متمكنين ومؤهلين استضافات بطولات أكبر وأكبر. فطبعا يعني أنا ملاحظ أن ما شاء الله يعني الوعي الكبير للقيادة والشارع الرياضي في مملكة البحرين وحسم الكبير لذوي الإعاقة، هذا دليل الحقيقة يعني مبشر بالخير. وأعتقد في ظل هذه التوجيهات هناك إن شاء الله أبطال راح يخرجوا من البحرين وراح يفاجئوا العالم بإنجازاتهم القادمة إن شاء الله بإذن الله. أكيد دكتور بالنسبة حق خلينا نقول دول العالم شلون قاعدة تتطور هذه الرياضة أو خلينا نقول هذه الدورة من الألعاب البارلمبية؟ طبعا إحنا جزء من العالم أكيد، وغرب آسيا تعتبر هي خمس مناطق آسيوية وهي إحدى المناطق الغرب آسيا من ضمن المناطق الخمسة، وتعتبر أكبر منطقة لأن تحتضن حوالي 12 دولة ولله الحمد بصغر يعني حجم هذه الدول، ولكن ما شاء الله أبطال أولمبيين على مستوى الشبه أولمبيات حققوا إنجازات كبيرة، وبالإضافة ما شاء الله أيضا في البطولة السابقة في اللي كانت في طوكيو في ظل الجائحة أيضا حققوا إنجازات. وأعتقد الآن دول غرب آسيا ولله الحمد هم ساعين الآن بحيث أن بدأنا نقترب الآن قاب قوسين عن باريس، ما باقي شيء. فأعتقد أن كل الدول الآن تسعى بأن تحقق إنجاز وتصل برياضيها إلى منصات تتويج في باريس بإذن تعالى. بإذن الله. يعني إحنا جدا فخورين بهذه الإنجازات الكبيرة اللي ترفع اسم مملكة البحرين عاليا. يعني الشيخ نرجع نتكلم معاك أكثر عن هذه الدورة وتنظيمها باعتبار أنها هي ثاني أكبر حدث أو فعالية تعتبر في تاريخ المملكة، فلما نتكلم عن الإعداد أكثر والتنظيم. هي أمانة كدورة إذا قلنا دورة رياضية القصد منها أن هي مجموعة رياضات مع بعض، لكن البحرين يعني صار لها سباقة في احتضان فعاليات الرياضية الكبيرة، وأمانة اللجان اللي كانت معانا اللجنة العليا بتواجد جميع الجهات الرسمية والجهات اللي محتاجين أن تكون معانا في هاي الفترة وخبراتهم السابقة في تنظيم الفعاليات ساعدنا على طبعا اجتياز مراحل كبيرة كون أن عندهم خبرة سابقة وساعدونا في هاي المجال أن احنا نسهل إجراءات الضيوف والمواصلات والسكن والأمور اللوجستية بشكل عام. وأما بالنسبة للأمور الفنية فكان علينا أن احنا نتعلم أزيد، والدورة السابقة قمنا بفعاليات أو دورات تدريبية لتأهيل كوادر أزيد من البحرينيين أن يكونوا قادرين على تلبية الاحتياجات الفنية. فالحمد لله بتكاتف جميع الجهات الرسمية الشكر موصول لهم جميعا، وما يكفينا أن احنا نشكرهم، لكن الحمد لله بياض وجه للبحرين والبحرين تستاهل. أكيد 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 تستاهل. يعني دكتور نرجع لك، نبي نتكلم عن يعني شفنا عدد المشاركين وعدد اللاعبين خلال هذه الدورة، نبي نتكلم شنو يمثل هذا العدد الكبير اللي شفناه للرياضة البارلمبية في مملكة البحرين؟ أكيد أولا طبعا يعني حضور هذا العدد الكبير وحرصهم المشاركة في هذه الدورة، طبعا قبل كل شيء أن هذه الدورة أيضا توحي للاعبين بأن أيضا المشاركة الفعلية والاحتكاك الرياضي تجعلهم أيضا تعطيهم دافع كبير وأيضا تحسن أرقامهم التأهيلية للوصول إلى المنصات العالمية. وأيضا الحقيقة يعني تواجد هذا العدد دليل أن أيضا الحرص الشديد أن يصلون برياضتهم كل في منطقته إلى منصات التتويج. وأعتقد يعني الآن أصبحت نشاط
اصبح الان حركه، خاصه بعد الحمد لله رب العالمين جائحه الكورونا اصبحت شوي شوي تتقلل. صحيح. وايضا رجعوا كثير من اللاعبين الى انديتهم. نعم. والى ايضا ملاعبهم، وهي كان تحدي كبير ان كانوا يدربون من بيوتهم ومن اماكن في اماكن سكنهم، وايضا كان هاي تحدي كبير، ولكن ولله الحمد يعني من مبشرات بان اللاعبين في غرب اسيا عموما حافظوا يعني قدر الامكان على مستوياتهم ولياقاتهم الرياضيه، ووصولهم الان الى مملكه البحرين، وايضا كما نتابع يوميا بالارقام الحقيقه اللي قاعد تحصد من قبل لاعبينا، كثير من اللاعبين يعني حسنوا ارقامهم. صحيح. وكبيره، وهي دليل ان 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 الفكر والرؤى اللي وضعت من قبل اللجان البارالمبيه في منطقه غرب اسيا فعلا لهم تقدير ولهم كل احترام، ان لديهم حرص بان يحاكون كل دول العالم. أكيد. واحنا مش اقل طال عمرك سواء في غرب اسيا مش اقل من بقيه دول العالم. صحيح. وان شاء الله بتشوفون ان شاء الله في القريب العاجل ان ابنائكم ان شاء الله سواء على مستوى دول الخليج او على مستوى الدول العربيه ان شاء الله بيكونون ان شاء الله من الناس الرواد ان شاء الله على مستوى العالم. الله يسمع منك يا رب ان شاء الله. باذن الله. يعني شبابنا صراحه محظوظين يعني بكل هذا الدعم، بكل هذه الجهود المقدمه يعني من اجلهم صراحه. يعني شيخ محمد، لو بنتكلم اكثر عن رياضه ذوي الهمم وذوي العزيمه، صار عليهم تركيز كبير وصارت هذه الرياضات متطوره وما زالت في تطور مستمر، خلينا نتكلم عن هذا الجانب اكثر. يمكن ارجعكم الى الماضي شوي، حفل الافتتاح حطينا نبذه تاريخيه عن بدايه رياضه ذوي العزيمه في مملكه البحرين من 79، فخلصنا 43 سنه، وكان لهم انجازات وحققوا ميداليات كثيره، ولكن مثل ما تفضلتي الاهتمام الكبير يعني في العهد الزاهر لسيدي صاحب جلال الملك حمد بن عيسى الخليفة، واهتمام سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد ودعمهم لهذه الفئة تحديدا غير قدرات اللجنة البارالمبية أو اتحاد البحرين لرياضة ذوي العزيمة، لأن احنا نقدر نعطي أزيد. فكان من يعني مو بغريبة من اهتمامات وراء جلالة الملك أن توفير التكافؤ لجميع سكان مجتمع البحرين. نعم. فمن ضمنها ان ذوي العزيمه يكون عندهم الفرصه المتكافئه انهم يلعبون الرياضه اللي هم حابينها. ولابد من الامور الثانيه ان احنا نوعي اولياء امور ذوي العزيمه ان لابد ان ابنائهم ينخرطون في العالم الرياضي اللي ما فيه منافع بدنيه وذهنيه. نعم. لابنائهم وبناتهم. ولله الحمد يعني اللي قمنا فيه من بعد الدعم اللي حصلناه، عملنا استبيان واكتشفنا المعوقات اللي عندنا وكيف نتخطاها، ومن ثم لله الحمد قدرنا ان احنا يعني نشكل فريق عمل. نعم. وتدريبهم وتأهيلهم ان يكونون بالمستويات المطلوبه، ويعني الشكر موصول لجميع الجهات. قمنا ببرنامج تدريبي مع تمكين، اهلنا 300 مدرب ومدربه يكونوا متاهلين عندهم شهاده احترافيه. صحيح. وهاي العجله مستمره. الاستضافات كان هدفها الاساسي ان رفع مستوى الرياضيين البحرينيين، وفي نفس الوقت الوعي المجتمعي، ويمكن اللي الاغلب يشوفه اليوم. نعم. انه صار لهم صدى اعلامي بشكل للاعلاميين جميعا. صحيح. لان الناس يمكن ما كانت تسمع عنهم في السابق ولا تشوف انجازاتهم، ولكن هذه قصص نجاح، وما يقلون عن الاسوياء في اي شيء. اكيد. والتربيه اولياء الامور لهم دور كبير. نعم. اذا مكنوا ابنائهم من عمر مبكر فيكون له الاثر الاكبر، ويساعده في انخراطه في المجتمع وفي سوق العمل. فنعم احنا نركز كمؤسسه رياضيه على الانجازات الرياضيه، ولكن في ناحيه اجتماعيه
نقدمها في نفس الوقت. صحيح، وهذا اللي شفناه اصلا في برنامج شمس البحرين يمكن تقريبا قبل اسبوعين. صحيح، استضفنا احد المدربين طبعا، شكر وجهود مبذوله يعطيكم الف عافيه طبعا عليها. وما تقصرون دائما وابدا اكيد. بكل تاكيد، يعني احنا دائما نشوف الفرحه، فرحه الانجازات عليهم، يعني خاصه في خلينا نقول على السوشيال ميديا والقنوات الاخباريه، وحتى من خلال الاستضافات نشوف كميه الاشاده. صحيح، بهذه الجهود، كميه الالتفاته اللي صارت، يعني تعطيهم ثقه اكبر بنفسهم. يعني صحيح، احنا شفنا في دوره اسيا، وهاي الدوره دوره غرب اسيا، ان المتطوعين والناس اللي اشتغلوا معانا من الجهات المختلفه ما بعارفين يعبرون عن شعورهم، وهذه يمكن الواحد اللي اشتغل مع ذوي العزيمه يعطونا، يعني سمو الشيخ خالد سماهم ذوي العزيمه، هم يعطونك العزم ان انت تستمر في حياتك وان انت تناضل. فعلا يعني الواحد يعجز عن الشرح شلون يقدر يخدمهم وشلون هم يعطونك الطاقه الايجابيه ان انت تستمر. صح، ما حد راح يعرف هذا الشعور الا اللي يشتغل معاهم. صحيح، اكيد. صحيح. عوده لك دكتور عبد الرزاق، يعني نبي نتكلم عن خلينا نقول الدورات القادمه اللي راح تقدمها، خلينا نقول اللي راح تتقدم اصلا في دوره الالعاب البارلمبيه. طبعا الحقيقه يعني غرب اسيا احنا محسودين على هالمنظومه. اكيد في تسابق عليها، يعني ما انسى اخي سعاده الشيخ محمد العيج لما استلم علم الدوره في الدوره الثانيه في مملكه البحرين الاردنيه. الاردنيه الهاشميه. وايضا في تلك الفتره هناك دول ايضا كان مقدمه على احتضان هذه الدوره، ولكن ما شاء الله مملكه البحرين كانوا سباقين لاحتضان النسخه الثالثه، وايضا الان النسخه الرابعه حجزت راح تكون في دوله الامارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة الشارقة، وأيضا حجزت الدورة الخامسة اللي راح تكون إن شاء الله في سلطنة عمان في مسقط. وهذا دليل إن ما شاء الله منظومة غرب آسيا يعني ماشية بخطى يعني إيجابية، وهناك في نوع من الحماس. صحيح، لخوض يعني هذه الدورات. وأيضا الحقيقة يعني هذه الدورات قاعد تأهل لاعبين، وقاعد تخرج أيضا عناصر. نعم، وقاعد ايضا نشوف ابطال وكذلك ابطال واعدين، وايضا هناك الحقيقه يعني شغالين في عمليه القاعده، مش فقط ان احنا نعتمد على ابطال اولمبيين، لا، يجب ايضا ان تكون لنا قواعد نبتدئ فيها ايضا عندما ينتهوا الاخوان الاخرين جزاهم الله خير، قدموا كثير. صحيح، ولكن يجب ايضا كما تنافس العالم الان ايضا كثير من الدول الان بدأت تعمل قواعد، وفعلا اخرجوا الحقيقه، يمكن شفنا في دوره الشباب اسيا ما شاء الله هناك ابطال ايضا. صحيح، يعني ومعظم الابطال شفناهم في منطقه غرب اسيا، دليل ان فعلا الجماعه ما شاء الله شغالين من الناشئين والشباب. الحقيقه فعلا يعني دليل ان هناك في ان شاء الله ابطال قادمين باذن الله تعالى. هذا يدل على وجود اساس صلب في هذه الرياضه طبعا. بالضبط، وحقيقه يعني الحقيقه مملكه البحرين، واخص الشكر لاخي الشيخ محمد صراحه على حرصه الشديد وما يعطيه في مملكه البحرين، لهم منه كل الشكر، من وقدم له صراحه يعني تهنئه من المكتب التنفيذي او مجلس التنفيذي لغرب اسيا لهذه الشخصيه الحقيقه، لهذا الرجل، وهذا علم من اعلام الحقيقه في مملكه البحرين. نعم، واللي اخذ على عاتقه اخذ هذه الفئه جزاه الله خير، له منا كل الشكر والتقدير، ولكم ايضا على هذه الاستضافه. يعني الله يسلمك. نعم، يعني احنا دائما نشوف الاهتمام بالناشئه، فئه الناشئه وفئه ذوي الهمم ذوي العزيمه، الاهتمام فيهم دائما يعتبر استثمار ناجح. صحيح، يعني في هذا البلد خصوصا في المجال الرياضي. يعني الشيخ محمد تكلمنا عن امور كثيره، الحين بنتكلم عن البرامج المصاحبه لهذه الدوره. احنا البرامج المصاحبه امانه بسبب بروتوكولات يمكن كوفيد 19 تم الغاء بعض البرامج المصاحبه، لكن يعني يمكن من اهم الاشياء اللي قمنا فيها قمنا بتصنيف عدد كبير من الرياضيين اليوم، ولله الحمد يعني التصنيف كان تصنيف معتمد دوليا. هذا يمكن من اهم الاشياء اللي اللاعب مسيره اللاعب الرياضي يحتاجها
في مسيرته الرياضية، إذا تصنف تصنيف صحيح ومعتمد فمسيرته الرياضية إن شاء الله تكون في على سكة الحديد الصحيحة بإذن الله. أكيد بإذن الله. يعني دكتور، على هذه الطاري نبي نتكلم عن استراتيجيتكم لدعم الرياضة البارالمبية، خلينا نقول في الفترة القادمة. طبعا كما تعلمون أيضا على غرار هذه الاستضافة، نعم، كان هناك أيضا الجمعية العمومية لغرب آسيا والجمعية الانتخابية، والحمد لله رب العالمين يعني أعيد الثقة بنا مرة ثانية، وإن شاء الله نكون قد هذه المسؤولية لأنها لأمانة كبيرة أيضا راح تحملها طيلة الأربع سنوات القادمة. طبعا يجب أيضا الآن في رؤيتنا القادمة أن نركز على العناصر الفنية، يجب أن نؤهل أكبر قدر من الفنيين كمدربين مصنفين حكام، بحيث نعتمد أيضا كليا على كوادرنا سواء في منطقة غرب آسيا، بحيث أيضا لا نستعين كثير من حكام من دول أخرى. نعم. يجب أيضا يكون لدينا اكتفاء ذاتي لتأهيل عدد كبير من كوادرنا الفنية، وهي بتعطي أيضا إضافة وأيضا بتقلل الكوست على الدول عندما تحتضن مثلا دورة، ما تجيب حكام من خارج من دول أوروبية أو من دول آسيوية. بالعكس يجب أيضا نعتمد في الفترة القادمة على اعتماد كلي على أبنائنا وعلى كوادرنا الفنية. صحيح. وهذه رؤيتنا القادمة بإذن تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. يعني استكمالا لحديثك دكتور، ننتقل إلى الشيخ محمد. يعني قبل ما نختم هذا اللقاء دائما إحنا نحب نسأل عن المخططات القادمة. إحنا لله الحمد يعني مثل ما سبق وقلت إنه كان عندنا خطة وأهداف معينة. فلله الحمد البحرين بنت طاقة عالمية في الاستضافات، ويعني استضافتين كبيرتين مثل ما تفضل أخوي دكتور عبد الرزاق في فترة وجيزة. نعم. والحمد لله أنه الكوادر اللي عندنا بيضوا الوجه إلى درجة أن بعض الرياضات أو الاتحادات الدولية طلبوا من البحرين استضافة بعض الرياضات. عندنا اتحادات نشطة، اتحاد الريشة الطائرة قررت أن تستضيف دورة في شهر 5. نعم. لذوي العزيمة، ورياضة البوتشة إن شاء الله بعد في شهر 10 تقريبا رياضة البوتشة، وقد يكون بعد عندنا تقديم حق استضافة أخرى في 23، وقاعدين نقدم لها بشكل رسمي، تكون بطولة عالم لأحد الرياضات إن شاء الله. إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق. أما بالنسبة حق طبعا يعني الرياضات الأخرى، فطبعا عندنا تأهيل والأنظار متجهة إلى طبعا باريس 24 مثل ما تفضل أخوي عبد الرزاق، اللي باقي عليها تقريبا سنتين فقط، مو بوقت طويل. وقبلها في محطات كثيرة، وأهمها يمكن تكون هانزو في الصين في شهر 10 من 2022. فنتمنى إن شاء الله أن احنا نحقق هاي الإنجازات وتأهيل لاعبيننا، يعني إلى احنا فخورين إلى أمس المساء يعني وصلتني الرسائل أن كان عندنا 24 ميدالية، ويمكن عقب صلاة الفجر ياتني قالوا لي لا تم تعديلنا 31 ميدالية للبحرين، فسعيدين بإنجازاتهم وإن شاء الله تقدم أزيد إن شاء الله بإذن الله. وإحنا أيضا سعيدين يعني نسمع هذه الأخبار الجميلة، الأخبار الحلوة اللي صراحة ترفع الرأس أكيد وتزيدنا فخر. وطبعا إحنا نشكركم اليوم على وجودكم سعادة الشيخ محمد بن دعية آل خليفة رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة البرلمبية البحرينية، والدكتور عبد الرزاق بن رشيد رئيس الاتحاد البرلمبي لمنطقة غرب آسيا. شكرا جزيلا على وجودكم اليوم معنا. مشكورين، ما قصرتك. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا لك. شكرا لكم.